جاهز انت خلاص؟ جاهز. يلا يلا. ممكن اقول سلامي؟ شوف شوف هذا ترى ثابت الحين. يلا. السلام عليكم عندنا اليوم يا جماعة مخطع مع سعيد. ويلكم 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 منور منور اللي جالتني منور ما شاء الله. اشوفك كل اسبوع جاي ما شاء الله عليك. ايش تبي انت الحين؟ ايش تبي؟ روح اخبر قناتي قناتي الحين. ايش تبي الحين؟ هذا الاياب هذا الاياب هذا الاياب. اوكي اوكي نشرح لهم الفكرة. روح شوف المقطع الاول. ايوه روح شوف المقطع الاول راح تفهم وش الفكرة وارجع عايدها. راح نسوي نفس الفكرة بالضبط وعلى العاب مختلفة. اوكي انت جاهز؟ وبتكون اصعب. صح بتكون اصعب لاني راح افوزك يعني. طيب شيء طبيعي نقول ان شاء الله اني افوز. المشكلة مو هنا، المشكلة كل مرة اهايط واخسر. هذه المشكلة كل مرة اهايط واخسر ولا اتعلم. اي صح يا شكرا على دعمكم. شكرا والله قبل على راسكم. كيف قبل على راسكم؟ جميل متعوب عليها. جميلة صح. اوكي 160 الف لايك في الوقت اللي نصور فيه يعني ان شاء الله مشاهدة. 160 الف لايك انا قلت. المهم يعني اللايكات نفس المشاهدات. ف 160 الف مشاهدة شيء رهيب مرة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Are you ready سعيد؟ I'm always ready my friend. 3 2 1 go. شدي ليش سهلة؟ هذه من اي جيل هذا؟ هذا من جيلنا جيلنا الحالي. والله ابدا يعني صعبه مره. وش هي بالضبط يا يعني؟ شو اعتمدوا من الان. اوكي بساعده. حلو لعبه عالم مفتوح. عالم مفتوح جي تي اي في. خلاص انت قلت جوابك. اي قلته. غير جالس اعطيك فرصه. غير اغير. ما بغير. ما بتغير. لا جالس اعطيك فرصه. جي تي اي في ثبت. غلط. خلها غلط. ما ادري. واتش دوغز. واتش دوغز 1 ولا 2؟ 1. ما لعبت. من جيلنا من جيلنا. طيب اصلا ما لعبت انا واتش دوغز. ما لعبت. اوكي ما لعبت. ختمت اللعبه. كان في جلتشات وايد. اوكي ما جبت النقطه. تعجبني. بجلدك جلد. انا قايل اليوم انتقام. انا انتقام الحين الحين الحين. انت اسمع. اوكي هذه حقتي. اوكي مستعد انت؟ جاهز. روح. جاهز اكيد. روح. والله اني دحين ناسي يا ولد. اصبر اصبر اصبر. طيب ساعدني. انا ساعدتك. يلا لعبة عالم مفتوح. عالم مفتوح؟ ايه. طيب جيلنا ولا مو جيلنا؟ جيلنا. جيلنا؟ ايه. قديمة شوي. يلا على البلاي ستيشن 3. اوه بلاي ستيشن 3. اوكي كذا قربتني مرة كثير. تعجبني انت. عالم مفتوح بلاي ستيشن 3 وسقيتها زي كذا. ما ادري ليش انا متأكد ان جوابي غلط 100%. بس يعني نقول على الحظ هذا اللي جاء جمعي صراحة. Red Dead Redemption. صح والله صح. أمانة والله على والله. لا لا والله صدق. ثاني اللي معك سعيد. اوكي ركبت ليش. صح كبير سهلة. كيف عرفت؟ البداية صعبة. أنا جايب لك البداية مرة يعني أساس ألعب روكيت ليج مرة في القرن الثاني. معك سعيد. يلا يلا مستعد؟ لا والله مو مستعد. بس يلا روح. الله الله الله. يلا سعيد أنت جايب شيء رهيب. جايب شيء أسطوري. جايب من أفضل الألعاب اللي لعبتها من ناحية الزومبي. داين جلايد. الله علي يرسمان. 2-1 حبيبي. 2-1 القم جاي انتقام انا اليوم. نشوف انتقام مالك كيف. انت انت يو ار ريدي. ار يلا يلا. على فكرة ترى موسيقتها من اجمل الموسيقات اللي في الالعاب. زين من جيلنا. ايه جيلنا. وشو ما جيبه كله جيلنا. انا لعبة عالم مفتوح بعد. نقدر نقول عالم مفتوح مو عالم مفتوح. عالم مفتوح الا شوي يعني زي مثلا لما انزل فلوج الا شوي. هو مو فلوج بس يعني فلوج. عرفت؟ اي عالم مفتوح بس مو عالم مفتوح. عرفت؟ عالم مفتوح بس مو عالم مفتوح. لعبت اللعبه. اوكي لعبت اللعبه. انا لعبتها. انت لعبتها. اقدر اسمعها مره ثانيه؟ خذ راحتك. يا سعيد انا والله هذه جايبها قلت بتجيبها على طول. فار كراي. اخي غير يا اخي. لا غير يا اخي. لا فار كراي. خطا. اساسن كريد. اساسن كريد
يلا بسم الله. الله يستر منك. شغل. يا سعيد كنا نمزح معاك يعني وانا طيبين يعني. ما عليك انت، انت انسان طيب. انت مو انت وانت جان. بالضبط. يلا توقع وش هذا. انت انت مدحتها اكثر من مرة. اوكي مدحتها اكثر من يعني لعبتها. انت تقول ان هي لعبة اسطورية، لعبة تستاهل انك تلعبها. لحظة لحظة انا بقول الخيار ان شاء الله تسلك معاي مثل هذيك. سكايرم. لا والله اعطيت النظرة الوسخ يا اخي، اعطيت النظرة اللي صح المصر. وشو؟ ديد ايلاند. ديد ايلاند يا قديمة والله اللعبة، والله قديمة ما اقدر. لا 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 والله صعب. ولي اساعدك من الحين. قديمة. لعبة قديمة. لعبة قديمة. قديمة. مرة اقدم بلاي ستيشن 3 يعني. اقدم 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 اقدم. قديمة مرة. 1 2 3 وين انقلبت؟ كذاب. ليش؟ لعبت عليك. قلت لك انها هي بلاي ستيشن اقدم بلاي ستيشن 3 وهي. زين اسمعها مرة ثانية عشان اتاكد. خذ راحتك. مو بغير. وين انقلبت تقول؟ يعني كورة. انا قلت لك ان انا جالس العب عليك. يعني غير. اغير لعبه قديمه بعد. لا مو قديمه، اقول جالس العب عليك. بعد مو قديمه مره. تايتن فول 2. تايتن فول. ايه متاكد؟ ما بالما ما بالما. ايه عندك سعيد، عندك نجيبها يا عيال. الله اني دحين ناس يا الله اني دحين ناس يا السلامة. نقول نقول والله صعبة يا اخي الحلقة مرة صعبة، حرام عليك. ما توقع فيها حد جاب لحد الان كلهم، ما توقع صعبة. طيب شوف اعطيك خيارين. يلا قل لي اذا واحد منهم صح او لا. اوكي وإذا اثنين غلط خلاص اعتبر الاجابة غلط. اوكي ريمان او دراجون ايج. والله اوف. وشو؟ جيتا اي اي بي. لا لا امان والله جيتا زي كذا. اي لا كمان. لا لا يا عيال جيتا زي كذا. ايه جالس تلعب علي انت. لا انا انا مو مستوعب الحين. جيتا اي حرامي السيارات. نعم الجزء الرابع. والله ما ادري انا احسك كذاب بصراحه. والله يعني عندك هنا هم يكتبوا في الكومنتس. اوكي اوكي هم يكتبوا في الكومنتس. انا احسك كذاب. ايش دعوه جيت ايه جيت ايه. يلا 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 سريع سريع سريع. ما ادري ايش احس هذه هي وين انقلبن. ما ادري يمشي وين انقلبن يوم ما ادري في ماسك عنده وين انقلبن. وين انقلبن خطا بعد مو وين انقلبن. ها ريمان. فيفا 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 جزء كم؟ 99 تقريبا حولها حولها. ما ادري والله كتبت فيفا مين ثيل طلعني. او 2-1 حلو يعني انا فايز فايز خلاص. فايز فايز اوكي بس ما ادري يمكن سلام. يمكن اخر واحده نجح فيها. كيف ما ادري انا فايز فايز خلاص. يمكن 2-1 اقول لك. اسمع اسمع هذا ركز روح ركز. هذه سهله معناها اعرفك سعيد. يلا سهله. يا الحبيب انت وش جايب لي يا اخي؟ اصبر اصبر كان عرفته. لعبة تختيم صح؟ لعبة تختيم. ايه. ايوه لعبة تختيم. شوف انت ناوي على قادو فور من الحلقة اللي راحت. لا لا لكن ما اتوقع قادو. اوكي قلت لي لا لا شكرا يا اخي انت عسل يا اخي. ما ادري بعد حظ مثل الاولى باتل فيلد 1. امانة قول صح. تكفى تكفى قول صح تكفى. ما في 3. ها؟ ما في 3؟ ما لعبتها. طيب احترم مشاعري. حتى انا ما لعبت فيفا بال 99. انا بعد ما لعبتها. طيب المهم فزتك. القم القم القم. المهم جبت اصعب. ما لا جلدك جلد. انا على فكره والانقلبن صح. ليش؟ طيب اللي يعرف يا عيال فوق فوق تحت تحت يسار يمين يسار يمين اكس دايل يكتبها بالكوم. الدوري الياباني وين انقلبن 3. ما سايد هاردك
لا والله مبروك مو هارد لك. عموما تعادل تعادل ما راح نجيب سادسه خلاص فله هي خلص شوي ما في خلاص جيب جاهز يا ليل ام هذا فلاش زلح جاح اللايك غير سبسكرايب كومنت اذا تبغوا سعيد مره ثانيه اكتبوا لنا في الكومنتس وخليكم مع خلف الكواليس سلام مع السلامه نشوفكم على خير برنامج كيف الحال وش هذا البرنامج كيف الحال واتساب واتساب انت فايز فايز انا ادم ما انا فايز والله يا قاعد تضحك ضحك سماج على السريع جديده مره 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 اوكي